بعيد ولكن معاك، والتسديده في المره الثانيه يا جول. السالميه بقذيفه ناريه من الهويدي يسجل اول الاهداف على نادي الشباب في الدقائق الاولى، يا دوبك 5 دقائق فقط، 5 دقائق من احداث هذا الشوط الاول، ومحمد الهويدي ينجح بقذيفه بالقدم اليمين ويسجلها. في سيكوني محمد الهويدي بشوطه كاد ان يصيدها سيكوني لكن جول. محمد الهويدي بيسجل هدف التعادل، هدف التعادل من ركله جزاء.